من الموصل عبر الهاتف مباشرة ينضم لنا اللواء نجم الجبوري قائد عملية نينوى. سيادة اللواء مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن أفراد داعش يحاولون التنكر، يحاولون الهروب من القوات العراقية، لجأوا حتى إلى مساحيق التجميل كما ذكر الخبر وذكرنا قبل قليل. كيف تمت عمليات الكشف؟ ما أعداد الذين تم الإمساك بهم إلى حد الآن من أفراد داعش المتنكرين بزي النساء تحديدا؟ بداية مساء الخير. الحقيقة احنا نشرنا كثير من المعرفين من أهالي مدينة الموصل مع القوات الأمنية، وخاصة من اللي ينتمون للقوات الأمنية مثل جهاز الشرطة المحلية، كانوا منتشرين مع قواتنا الأمنية اللي موجودة في الأماكن. العنصر الآخر، قسم منهم يعني حلقة وذقونهم، وإحنا نعرف أنه الإنسان العادي ما كان يسمح له أنه يحلق ذقنا يعني، أو ما عنده الوقت حتى يحلق ذقنا. الناس كانت تطلع من المناطق، وأيضا بالنسبة للحيلة الأخرى اللي فشلت، لأنه المناطق النساء بأي حالة حتى تخلي ميك أب وتطلع من المنطقة القديمة يعني، فكانوا اللي النساء اللي يضعون الميك أب هم أكثرهم ما ذكر التقرير دواعش، فتم إلقاء القبض على كثير منهم. قسم منهم تقريبا يعني عدد، إذا لديك عدد ولو تقريبي من العدد الذين تم إلقاء القبض عليهم؟ ألقي القبض على أكثر من 300 إرهابي. نعم، من المتنكرين الذين يختبئون بين المدنيين تحديدا، واللي ألقوا أيضا نفسهم في نهر دجلة. وقواتنا استطاعت يعني تلقي القبض عليهم في مناطق مختلفة. طيب سيادة اللواء، يعني بعد ما يتم إلقاء القبض عليهم سواء المتنكرين بين المدنيين أو من ألقوا بنفسهم في نهر دجلة، ما الإجراءات التي تتبع بحقهم؟ الإجراءات اللي تتبع نعم. ألو. نعم تفضل سيادة اللواء أسمعك. نعم سيادة اللواء فقد الاتصال ثم معنا، تفضل سيادة اللواء. هم إلى استخبارات وزارة الداخلية. نعم الصوت لا يصلني بشكل واضح. تداخل. نعم سيدة اللواء الصوت لا يصلني بشكل واضح، وعموما يبدو أن المقابلة قد انتهت. شكرا لك على هذه المداخلة معنا اللواء عبد النجم الجبوري قائد عملية نينوى، وكنت معنا عبر الهاتف من الموصل. شكرا جزيلا لك.